مواصلة للمجهودات التي تبذلها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالوادي من معالجة قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، يشكل نشاطها تهديداً للأمن الوطني والاقتصاد الوطني والصحة العمومية. جاءت هذه العملية مباشرة بعد الإطاحة منذ أيام بشبكة إجرامية أخرى مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، حجز خلالها 1,000,000 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بعد استكمال الإجراءات القانونية واستعمال الوسائل التقنية والعلمية، باشر فريق التحقيق التحريات من أجل الوصول إلى أفراد هذه الجماعة، حيث نفذت هذه العملية بدقة واحترافية ليتم معرفة النمط الإجرامي لهذه العصابة التي يقوم أفرادها باستغلال مساكن وسط أحياء شعبية لتخزين كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض ترويجها وإغراق ولايات الوطن بها باستهداف على وجه الخصوص فئة الشباب، كما يختص أفراد هذه الجماعة في التهريب باستعمال الأسلحة النارية الحربية ومختلف الوسائل التقنية. أسفرت العملية عن حجز أسلحة وذخيرة حربية متمثلة في مسدس رشاش نوع كلاشينكوف ومسدس آلي، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب70 كيلوغرام، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين تقدر بأزيد من 300,000 كبسولة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب250 مليون سنتين كعائدات، 7 مركبات، دراجة نارية، وثائق إدارية خاصة بالمركبات المزورة، هواتف نقالة، قطع غيار وأكسسوارات خاصة بالسيارات، حيث بلغت القيمة المالية للمحجوزات ما يفوق 15 مليار سنتيم.